3 هذا الموسم. الكلام ده طبعا ما عجبش التوأم حسام وابراهيم حسن، اللي طبعا هم تراجعوا عن الاستقالة اللي قدموها بعد حادثة الأول من فبراير في بورسعيد. وأعتقد المسألة تحتاج إلى نوع من التفسير. معانا سعد التبعي مراسل قناة زوم في بورسعيد. مساء الخير يا سعد. مساء الخير. أهلا بك يا خالد. طبعا عايزين نسمع منك التفاصيل، ماذا حدث؟ بالفعل يمكن القرار لم يعجب التوأم حسام حسن، ويمكن ده كان تعبير عن جماهير النادي المصري وشعب بورسعيد. بالفعل تجمع يوم الجمعة أكثر من 2000 من جماهير. خلينا أستأذنك يا سعد في مقطع، هقطع في الكلام، يعني اعتراف صريح بإني هقطعك في الكلام. خلينا نقول أهل بورسعيد عشان نغير بقى المعاني اللي ترسخت وكانت دلالتها بعض الشيء يعني ما جابتش. خلينا نقول أهل بورسعيد عشان إحنا شعب واحد. تمام. معلش يمكن أنا بقول ده أول واحد، بس خلينا يمكن نحاول نغير حاجة عشان المعاني تروح في أماكنها الصحيحة. اتفضل. أنا آسف. بالفعل جماهير النادي المصري يمكن كان في تجمع اليوم الجمعة أكثر من 2000 من أعضاء الجمعية العمومية. الكل كان بيطالب بالفعل بعجيب المطالب الهامة جدا من خلال مسيرة، يمكن طلبوا أول طلبات كان تقديم المتهمين الحقيقيين للمحاكمة وعدم استئناف الدور العام إلا بعد انتهاء التحقيقات والإسراع باتخاذ كافة القرارات لعودة كامل أبو علي رئيس النادي المصري. يمكن ده كان مطلب لكل جماهير النادي المصري. يمكن بالفعل قرار بعض الإشاعات عن هبوط النادي المصري عن عقوبات، أعتقد بالفعل إن هم رفضوا أي عقوبات تنافي اللوائح والقوانين، خاصة أن هناك بعض القرارات أعتقد أن هم بينسبوها إلى أهواء شخصية، وده يمكن لم يعجب جماهير النادي المصري اللي تجمعت يوم الجمعة. وحتى الآن هناك الكل في ميادين بورسعيد وشوارع بورسعيد جماهير النادي المصري يمكن بتطالب، وده اللي خلى أعضاء مجلس الشعب على محافظة بورسعيد بتقدموا بمذكرة اليوم الدكتور كمال جنزوري برفع هذه المطالب للنادي المصري. أيضا هناك مذكرة تقدم غدا إن شاء الله لرئيس المجلس القومي للرياضة لنصل ايضا هذه المطالب. اعتقد ان هي مطالب عادله تجاه تقديم المتهمين الحقيقيين. ايه هي المطالب بالتحديد بعد اذنك؟ المطالب هو تقديم المتهمين الحقيقيين للمحاكمه وعدم استئناف الدور العام الا بعد انتهاء التحقيقات والاسراع. ايه الحقيقيين؟ ايه كلمه الحقيقيين؟ هل ليها دلاله كلمه الحقيقيين؟ المتهمين الحقيقيين. خاصة هناك في البدايه كان في 54 من المتهمين. نعم. تم القبض عليهم من شوارع محيطه بسياد بورسعيد، واعتقد ان خرج منهم ما يقرب من 30 من هؤلاء. يعني ليست تحقيقات مستمره، النيابه مستمره، هناك اسماء بتورد الى النيابه كل يوم، وبالتالي هناك تحقيقات والنيابه بتؤكد لم يتم ادانه اي فرد الا من خلال ادله حقيقيه وصور وكاميرات واثباتات حقيقيه واعترافات من المتهمين. نعم. ومنه هو شخصيا. اعتقد بالفعل هذه الادله وهذه الدلائل بتؤكد أن هناك أسماء تم الزج بها في البداية من أجل إنهاء التحقيقات، ولكن مع تقصي حقائق الشعب مع النيابة العامة مع مطالبة كل أهالي بورسعيد، أعتقد أن هم قدموا كمان بعض الأدلة وبعض الأسماء اللي تم القبض عليها مؤخرا. أعتقد أن جماهير النادي المصري هي ساهمت كمان في الوصول للتحقيقات إلى رسم صورة في النهاية عن جماهير بورسعيد التي طالما وقفت بجوار المنتخب القومي والمنتخب المصري في كل المحافل الدولية. أعتقد بالفعل لابد من تقديم صورة فعلية حقيقية عن جماهير بورسعيد وليس خليني هناك. خليني سعد بعد إذنك أقف معاك عند نقطة مهمة بس. هل وصل للناس في بورسعيد إنه الكابتن أنور صالح أطلق تصريح بيقول فيه إنه لو عاد الدوري سيكون المصري في الدرجة الأدنى؟ بالفعل هذا التصريح يمكن اغضب كل جماهير النادي المصري. بالفعل يمكن انا اقول لك يا استاذ خالد ان جماهير النادي المصري لم تكن هي الاصل فقط او جماهير الصغار، بل هم جماهير امتدت عبر عشرات السنين. جماهير بالفعل كانت افضل جمهور على مستوى الجماهير المصريه، واخذت كمان افضل جمهور، جمهور مثالي. كانت تتحول هذا الجمهور فجاه، خاصه ان هناك بعض الاتجاهات. لا 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 بالراحه ارجوك، هو ما فيش تحول ولا حاجه، انما واقع الامر انه يعني خلينا نقول الحقيقه. يعني هناك افكار جديده، هناك مقترحات. سعد بعد اذنك، بعد اذنك. لا لا بعد اذنك، منين حصل النادي المصري على لقب افضل جمهور مثالي؟ في الفترات الماضيه كان المنتخب القومي بيختار بورسعيد لمؤازره المنتخب القومي. هذه مساله اخرى. الله يخليك، عشان بس انا مش بتحاسب على اللي بقوله فقط، انما ايضا فيما لو قيل شيء الناس تتحفظ عليه
وان انا مبقاش رديت. خلينا نوحي هذه المساله جانبا ارجوك، رغم ان انا مش متحفظ عليها بقدر ما ان هي على الاقل ما تنفعش في اللحظه الحاليه. خليك معايا في وقفه بسيطه جدا معايا كابتن سعد التبعي في بورسعيد. سعد قول لي ماذا يمكن ان يكون وضع الناس في بورسعيد عندما يصدر مثل هذا القرار، وما مدى صحة، وخلينا في الجزء الأخير أكتر، ما مدى صحة التهديد باللجوء إلى فيفا فيما لو صدر قرار بهبوط المصري إلى دوري الدرجة الأدنى؟ بالفعل يمكن هذا القرار الإشاعات امتلأت في شوارع بورسعيد بين كافة الجماهير، الكل غاضب من هذه التصريحات، خاصة لما أطلقوا التصريحات أطلقوا أحكام دون انتظار للاتهامات، دون انتظار لتحقيقات النيابة، وبالتالي أحكام هي أحكام متسرعة من وجهة نظر كل جماهير النادي المصري. أعتقد الكل بيبحث عن الحقيقة في هذا الموضوع، خاصة لتبرئة الجماهير أو لتبرئة الغير مدانين، لكن المدانين بالفعل الكل يمكن بيتفق على تسليم كافة المتهمين بهذه الأحداث الأخيرة، أحداث سد بورسعيد، أي تسير في المقام الأول إلى جماهير النادي المصري. سعد التابع من بورسعيد بشكرك شكرا جزيلا. قبل ما نروح لهذا التقرير، البقاء لله.